أخبار اليوم. وبعدين جوزي وأنا حرة فيه كمان، ما شاء الله عليك يا حاج شفيق. يعني بيشجعك دايما. هو تملي يقول لي إيه، يعني من الناس اللي أنا بحترمها جدا وبقدرها جدا، ومش بعتبر جوزي ده جوزي وحبيبي وأخويا وكل ما أملكه في الدنيا، وأقول إيه كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. يعني سر إن إحنا الحمد لله، ألف حمد وألف شكر يا رب، إن إحنا يعني مع بعض على طول. فأنا لغاية دلوقتي ما أعرفش أي شارع في مصر، والله ما أعرفش أي عنوان أروحه. يعني هو الله أكبر عليه، أي عنوان أو أي شارع يقول لي مالكيش دعوة، طب نسأل، يقول لي لا ما نسألش، أنا هروح لوحدي. وفعلا على ضوء إن إحنا يعني الأستاذ محسن وإحنا جينا قعد يوصف لنا لغاية ما جينا هنا، بس طبعا لأول مرة أنا باجي الاستوديو، بس ربنا يجعله وش السعادة.